مرحبا جميعا مرة ثانية، ويعطيكم العافية وشكرا لانضمامكم. طبعا المنصة اليوم اللي رح نحكي عليها هي اسمها Change Makers for Children، أو صانعو التغيير من أجل الأطفال، واللي هي مجتمع الممارسة اللي بيشتغلوا للأشخاص اللي بيشتغلوا بمجال حماية الطفل على مستوى العالم. طبعا فكرة المنصة نشأت من حوالي أكثر من سنة، وكان في حاجة للأشخاص اللي بيشتغلوا بمجال حماية الطفل إنهم يكون عندهم منصة واحدة لإلهم جميعاً ليلتقوا فيها ويتشاركوا فيها خبراتهم وأسئلتهم، ويطرحوا فيها آخر التعلم وأيضاً آخر الممارسات، وإذا حدا عنده أي سؤال. طبعاً ربما البعض منكم شارك معنا أصلاً بمجموعة المجتمع الممارس، اللي هي مجموعة العربية، اللي هي مجموعة الفيسبوك اللي بشارك فيها أنا بعض الأمور والمعلومات. الفكرة هي المنصة اللي عم نحكي عليها اليوم هي مشابهة تماما، ولكن هي متقدمة أكثر وهي عالمية أكثر، يعني فيها ممارسين من كل العالم، من أوروبا، من أفريقيا، من أمريكا الجنوبية، من أمريكا الشمالية، من آسيا، من كل مكان. وراح نشوف فيها كثير من الزملاء من مختلف أنحاء العالم، وعم يحكوا تجارب مختلفة. هلا فينا دائما نستفيد نحن من أنواع من اختلاف المشاركين وخلفياتهم وسياقاتهم. طبعا اختيار المنصة كان بعد يعني جهود مطولة، ناقشنا فيه عدة منصات، مثل إنه هل بنستخدم فيسبوك، هل بنستخدم لينكد إن، أم نستخدم هاي المنصة اللي هلأ رح نستخدمها. طبعا عملنا مثل جدول وقيمنا ميزات وتحديات كل منصة، وطلعنا بالأخير بأنه أفضل شيء أنه نستخدم هاي المنصة اللي اسمها Changemakers for Children. طبعا اليوم بهالجلسة هاي رح نحكي أنه شو هي المنصة، وكيف ننضم لهي المنصة، وكيف نشارك فيها. مثل ما سبق وطبعا أغلبكم بتعرفوا أنه هذا موضوعنا اليوم. طبعا هي مجتمع ممارسة. هلا مفهوم مجتمع الممارسة هو مفهوم غربي، نحن يعني نادرا ما يعني نمارسه نحن بمجتمعاتنا الشرقية والعربية. هو عبارة عن إنه مجموعة بيشتغلوا بنفس المهنة بيشكلوا نادي، هذا النادي بيجتمعوا فيه، طبعا نادي نحن بنحكي على نادي افتراضي، بيجتمعوا فيه بيناقشوا فيه شو هي أبرز الأمور اللي عم بيشتغلوا عليها، شو هي المشكلات اللي عم تواجههم. إذا حدا عنده معرفة مثلا معينة وحب يشاركها ففيه يشاركها من خلال هذا المنتدى. طبعا الثورة التقنية طبعا بعد الفيسبوك والمنتديات، إذا بتتذكروا الفورمز قبل يعني السوشيال ميديا، عززت فكرة المنتديات ومجتمعات الممارسة، وصارت يعني الفكرة موجودة عندنا. طبعا مثل ما قلنا، المقصود بمجتمع الممارسة هو الشيء اللي بنعرفه هلا حاليا، اللي هو حل المشكلات، تشارك المعرفة، تنمية أفضل الممارسات، وتعزيز الابتكار. إذا هي منتديات للتعلم، والمنظمات بتتعلم من بعضها، والأفراد بيتعلموا من بعض بهذا المجتمع، مجتمع الممارسة. المنصة اللي اخترناها هي منصة اسمها Change Makers for Children، هو عبارة عن مجتمع ممارسة أنشأته منظمة اسمها Family for Every Child. والمجتمع هو طبعا عالمي، يعني ما هو خاص بالعرب ولا هو خاص مثل ما قلنا، هو بيخص بكل أي حدا بيشتغل حماية الطفل حول العالم. وطبعا هاي المنصة فيها مساحة عمل افتراضية للتواصل والالتقاء والتعاون. طبعا من خلال المنصة بإمكاننا ننضم إلى المجموعات والمجتمعات الفرعية. رح نشوف إنه في عنا مجموعة رئيسية وأيضا في مجموعات فرعية، يعني مثلا على سبيل المثال رح يكون في عنا مجموعة خاصة بالزملاء اللي بيشتغلوا بتجنيد الأطفال. هلا ما كل السياقات فيها تجنيد أطفال، وما كل الناس مهتمة بموضوع تجنيد الأطفال، فلذلك رح يكون في عنا مجموعة عامة ومجموعات فرعية. أيضا من خلال المنصة بإمكاننا نشتغل على موضوع التواصل مع الأعضاء والمهنيين في مجال حقوق الطفل ومجال طبعا حماية الطفل. لذلك هي فرصة حية لنتعرف على بعضنا أكثر، وعلى أشخاص من سياقات أخرى ومن منظمات أخرى. وبإمكاننا أيضا نوصل إلى الأحداث والفرص، يعني أحداث يعني مناسبات، مثلا في مؤتمر معين، في اجتماع، في إلى آخره، فممكن نوصل له، يعني رح يتم الإعلان عنه بالتأكيد على المنصة. كل الأحداث العالمية اللي لها علاقة بحماية الطفل يتم الإعلان عنها في هذا المنتدى مثل ما رح تشوفوا.
يتم أيضا نشر الكثير من الوظائف عبر المنتدى ووظائف حماية الطفل. رح يكون في مناقشات، لساتنا بالبداية طبعا، صار في شوية مناقشات سابقة، وشيئا فشيئا طبعا مع وجودكم أنتم وطرح أسئلتكم، خاصة أن السياق العربي بيفرض باعتبار هو واقع صراع وليس كارثة يعني طبيعية، فبيفرض تحديات كثير صعبة. فأنتم لما تطرحوا الأسئلة راح تثروا أيضا المناقشات، وراح تساهموا بتطوير علم حماية الطفل في حالة الطوارئ. أيضا راح نشارك الموارد ذات الصلة، وراح نستفيد من مشاركات الآخرين، كما يمكنكم أيضا، هاي فرصة حلوة لحتى تروجوا لعملكم ومبادراتكم. يعني إذا عملتم مبادرة حلوة بمجال حماية الطفل فبإمكانكم تحكوا عنها وتلخصوها بمنشور وتطلبوا تعليق أو نصائح وما إلى ذلك. طبعا بداية راح نتعرف إنه كيف نسجل في المنصة. منروح للصفحة الرئيسية وأنا راح أشارككم فيها بعد شوي بس نخلص البرزنتيشن. منروح على الصفحة الرئيسية، راح أشارككم بالرابط لها، أو خليني أشارك الرابط مباشرة الآن. الرابط الآن صار عندكم على الدردشة، على خاصية الدردشة اللي هو changemakersforchildren.community. مجرد ما نروح لهذا العنوان راح نشوف فتحت لنا صفحة الصفحة الرئيسية، وراح يكون في عنا خيار هو ثواني لحظة شوي. رح يكون في عندنا خيار ساين اب، يعني ساين اب هو الانضمام. فمجرد ما نضغط ساين اب فبيطلب مننا بعض المعلومات، الاسم والكنيه والعنوان، وبعدين بيقول لنا شو هو المنتدى اللي بدك تنضم له. فبنختار Child Protection and Humanitarian Action، بنختار حمايه الطفل في العمل الانساني، وبعدها اجباري بدنا نحط اشاره صح على I agree with the data policy و I agree with the community rules، يعني أنا أوافق على سياسة المعلومات وعلى سياسة المجتمع، وبعدها بيكون قدمنا طلب للتسجيل. بعد ما نقدم طلب تسجيل بتطلع لكم هاي الرسالة إنه شكراً لأنك تقدمت لطلب حساب، وحالياً حسابك هو معلق وينتظر الموافقة من قبل مدير المنصة. طبعا بعد غالبا بعد يوم خلال 24 ساعة رح توصلك ايميل في يوم موافقة. طبعا كل يوم الزملاء اللي عم يشتغلوا على المنصة كل يوم بيطلعوا شو في طلبات تقدم، ومباشرة بيعملوا موافقة اذا شافوا المعلومات المدخلة يعني مطابقة للبروفايل اللي نحن بدنا اياه. طبعا اي انسان مقبول، المهم ما يكون انسان يعني شخص يعني ما هو جاد، وأي إنسان مرحب فيه من زملاء اللي بيشتغلوا بحماية الطفل. فبتجيك الموافقة لما أنت بتصير عضو، مباشرة لما بتدخل تاني مرة بيصير عندك مثل تماماً مثل أي حساب فيسبوك أو حساب لينكد إن، بيكون عندك بروفايل، بيكون عندك مثل ما نكون شايفين محل التنبيهات، في عندك مجتمعات، وفي عندك طبعا بالصفحة الرئيسية عندك الستريم اللي هو مثل لما أنت بتفتح فيسبوك بيجيك الأخبار من كل الصفحات والمنتديات اللي أنت مشارك فيها. تماما هون نفس الشيء، لما بتفتح الصفحة الرئيسية بيطلع لك الستريم اللي هو كل المعلومات وكل المشاركات من كل المنتديات اللي أنت مشارك فيها. حاليا أنت لما بتسجل أولا بتكون مشارك بمنتدى واحد اللي هو حماية الطفل في العمل الإنساني، فبتشوف مين ناشر بهذا المنتدى وبيطلع لك الأخبار. إذن هي بنسميها نحن الستريم أو صفحة المنصة الرئيسية أو مجرى الأخبار أو دفق الأخبار، كل واحد ممكن يترجمها شكل. بنلاقي مثلا أحمد سالم نشر شغلة، فيليبي عمل الشغلة، إكرام نشرت، فبنشوف أنه كل حدا نشر شغلة. طبعا بعدها بعد ما نسجل بالمنصة المفروض أيضا نرجع نسجل بقى بالمجموعات الفرعية. رح نشوف حاليا أنه عندنا مجموعتين فرعيتين أساسيتين اللي هي
حماية الطفل في حالة الطوارئ، وطبعا احنا بنروح على فوق على الزر اسمه كوميونيتيز، في عندنا تشايلد بروتكشن اند هيومانيتيريان اكشن، حماية الطفل في العمل الإنساني، وراح يكون في عندنا منتدى آخر اسمه الكفاج، الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة. فمجرد ما ضغطنا عليه، نضغط على join this community for of practice، انضمام لهذا المجتمع. ولما بندخل طبعا بنشوف انه فيك، انه انت شو هي المنتديات اللي انضميت لها. مثلا اذا بتشوفوا بالمربع الاحمر في عندنا مجموعتين، المجتمع الاول هو Child Protection and Humanitarian Action، حماية الطفل في العمل الإنساني، مكتوب تحتها You have joined، أنت انضممت لهذا المنتدى. بينما المنتدى الآخر اللي هو الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، مكتوب أنه Access Permissions، أنت بحاجة لأذونات لتدخل، فبإمكانك أيضاً أنك تطلب الدخول لإله طبعاً إذا حبيت. فمجرد إذا حبيت تدخل على أي من هذول المنتديات، فبتدخل على المنتدى على صفحته الرئيسية وبتضغط join الانضمام، وبتنضم طبعا لإله. في خيار طبعا تأكد انه بدك تنضم، فبيقول لك مجرد ما انضميت انت رح يجيك notification، رح يجيك رسائل ومسجات، ورح تطلع ايضا شو بيصير، منشورات رح تطلع عندك بالاخبار بالدفق او بنسميه احنا المجرى الاخبار الرئيسي. و هذا بشكل عام طريقة الانضمام. طبعا هلأ هذا الحكي نحن حكيناه كلياته بالانجليزي، لكن انت مجرد ما لو رحتوا للصفحة الرئيسية مثلا، وفي مكتوب فوق على اليمين بالزاوية اليمينية اذا شايفينها فوق، مكتوب select your language، فلو اخترت اللغة العربية فكل الحكي اللي حكيناه باللغة الانجليزية هو موجود بالعربي. يعني لو دخلنا هلأ رحنا على الصفحة الاولى، لو حدا مثلا انجليزيته يعني مش زياده، فممكن انه يروح بدايه على الصفحه الرئيسيه. نحن ندخل على الصفحه الرئيسيه اللي هي changemakersforchildren.community، فبالزاويه اليمينيه بنشوف مكتوب select your language، فانا بختار اللغه العربيه، فكل هذا الكلام اللي شفتوه كله بيطلع باللغه العربيه ممتازه. طبعا هي ترجمه الكترونيه، لكن ترجمه الكترونيه جيده جدا، وبتمكنكم من رؤية المشاركات كلها باللغة العربية والتفاعل. حتى أنت بتكتب عربي وغيرك لما بيشوف عربي بإمكانه هو أيضا يختار لغة إنجليزية، أو إذا كان هو إسباني أو فرنسي بيختار اللغة اللي بتناسبه، أو حتى صيني أو ياباني، رح تشوفه في خيارات واسعة جدا للغات. فهو ممكن يشوف مشاركاتك، أنت بتشوف، هو بيشوف مشاركات الأشخاص العرب، والعرب بيقدروا يشوفوا مشاركات الأشخاص من كل اللغات، سواء كان صيني، هندي، إسباني، فرنسي، أي لغة تانية. فإذن واحدة من الميزات اللي على أساس اخترنا هاي المنصة أنه فيها ميزة الترجمة الفورية. طبعا هي ترجمة إلكترونية لكن دقيقة، راح تشوفوا أنه ترجمة حقيقة جيدة جدا، بسموها ترجمة آلية يعني. وحكينا كيف ننضم إذن للمجتمعات. الآن مثل ما قلنا الترجمة التلقائية، فيكم لما بتضغطوا على اختيار لغتك راح تشوفوا في عنا خيارات لغة واسعة، انجليزية، البانية، عربية، ارمنية، اذربيجانية الى اخره، هولندية، كل لغات العالم تقريبا. تضغط على اللغة اللي بدك اياها، طبعا احنا هون بحالتنا بنضغط على عربيك، على اللغة العربية، وبصير بيطلع لنا كل شيء باللغة العربية. بيطلع عنا هون دفق المجموعة مثل ما قلنا اللي هو الستريم، و بالستريم طبعا بامكانك انت مثل ما انك شايف انك تدخل وتشوف انت بامكانك بيطلع عندك هون شغله، انت هذا المربع اللي شايفينه بالنص، انه بامكانك انت تعمل ستيتس او حاله او موضوع، تنشر موضوع مباشره من هون. فممكن نشوف مثلا شخص هون اسمه عبدول نشر بالمنتدى الرئيسي اللي هو Child Protection Humanitarian Action، كتب بونجور جيسوي مثلا كذا، انا طاب يومكم، أنا فلان فلاني كذا، ونشوف سعيد لانضمامي. نحن طبعا هذا الحكي بالفرنسي، لكن لو ضيقتين على خيار اللغة العربية رح يطلع عنا هذا الكلام باللغة العربية. فنشوف إلينا اللي هي زميلتنا معنا أيضا، رحبت بعبدول
ولما بندخل نحن في عنا عدة أنواع من الموضوعات. في عنا رح نشوف طبعا هون إنه في عنا موضوعات، في عنا كل أنواع الموضوعات، في عنا فلاتر يعني تختار أنت لما بتصفح. في عنا إنه شو بدك تتصفح مثلا، التايب، النوع، متى تم النشر، في أي مجتمع، ما هي المواضيع اللي بدك تدور عليها. حاليا ما في داعي يمكن نستخدم فلاتر لأنه أساسا المشاركات ما هي كثيرة، لكن بعد فترة ممكن تبلشوا تستعملوا هاي الفلاتر. فأول شغلة رح نتعرف عليها هي الموضوعات، إنه كيف نعمل topic. topic يعني موضوع، والموضوع طبعا فينا نذكر فيه أي شيء حبينا. مثلا بنشوف زميلنا جوان لما تم نشر كتاب باللغة العربية، هي قصص للأطفال، فنشر بموضوع بتوبيك وشارك هذا الموضوع. وبنشوف هون في عليه 4 تعليقات و6 لايكات و63 مشاهدة. إذا طلعته تحت الصورة مباشرة في عنا 4 تعليقات، 6 لايكات و63 مشاهدة. ومنشوف انه الموضوع مثل اي موضوع على الفيسبوك او اي موضوع على مجتمع ممارسة، اي يعني اي منصة سوشيال ميديا، بامكانك تذكر الموضوع والفكرة وتحطها باللغة اللي انت بتريحك. طبعا جوان ما بيحكي عربي فكاتب باللغة الانجليزية، لكن مثل ما قلنا نحن لو ضغطنا باللغة العربية فراح يطلع عنا باللغة العربية. ثواني بعد اذنكم. في حدا عنده سؤال لحد هلا؟ اوكي. اذا في اي سؤال بس اكتبوه بالتعليق او ارفعوا ايدكم وجاهزين ان شاء الله. اذا فبامكانك تحط لينكات للموضوع، وطبعا الاخرين بامكانهم يعلقوا على الموضوع مثل ما شفنا. مثلا بعد ما نشر جوان هذا الموضوع، مثلا في زميلتنا لورين حيطت لي تاج. طبعا فيكم تعملوا تاجات تماما مثل الفيسبوك. حاطط لي تاج احمد انه هذا مصدر مهم، اتس ا جود ريسورس للارابيك هيلب ديسك. فانا جاوبت يعني مثل لاحظوا انه كثير بيشبه الفيسبوك. فيعني حقيقه الموضوع كثير بسيط. هلا بالاضافه للموضوعات ايضا فينا نعمل ديسكشنز. هلا الديسكشن هي غير التوبيك، المناقشه غير الموضوع. ليش؟ لانه المناقشه بدأ أخذ ورد وتعليقات وما إلى ذلك، تماما مثل الفيسبوك لما بنفتح، لكن لما بنفتح نقاش وبنستنى الردود وما إلى ذلك. لكن الفرق بين المناقشة بالمنصة لما بتبلش أنت ديسكشن، الفرق بينه وبين التوبيك إنه بالديسكشن في الخيار في التعليقات بإمكانك تحط صور، أو بإمكانك تحط فيديو، أو بإمكانك تحط يعني ميديا أكثر. فأنا من فترة مثلاً بالمنصة نشرت موضوع إنه هل الـ child friendly space أو المساحات الصديقة للطفل هي المدخل الأفضل للاستجابة للأطفال بحالات الطوارئ. فمثلاً صار في مناقشات، أنا سألت السؤال، طرحت موضوع، بعض الأشخاص جاوبوا. أنا اضطريت إني استخدم صورة، أو اللي هو عبارة عن صفحة من بحث طويل عن هذا الموضوع. فمن خلال المناقشة قدرت أحط كومنت صورة، بينما لو انت حاطط توبيك موضوع ما بتقدر تحط كومنت صورة. فهي ملاحظة هيك كتير صغيرة بهالموضوع. لاحظوا هون المناقشات بإمكانك أيضا، هي مناقشة فيكم تحطوا فيها صورة. وطبعا آخر شيء، في إذا طبعا صعب عليكم أي شيء، حبيتوا تطرحوا أي سؤال على مثلاً صار عندكم مشكلة أو احتجتوا لدعم فني بما يخص مجتمع الممارسة هذا، فبإمكانكم تطلبوا الدعم بعدة طرق. إما في أسفل الصفحة في زر اتصل بنا وفي استمارة بإمكانكم تعبوها، أو إنه نرسل رسالة إلكترونية لهذا الإيميل اللي هو changemakers@familyforeverychild.org وبيردوا علينا على الإيميل، أو إنه نترك رسالة على الملف الشخصي.
على ملفي أنا يعني، إذا حبيتوا أو تبعتوا لي رسالة أو أي شيء، بأي طريقة تواصلوا معي سواء على الفيسبوك عبر الواتساب أو على المنتدى نفسه، وأنا بجاوب عليكم. هلا هيك بكون خلصنا من استعراض الباوربوينت. أنا حابب إنه نروح دقيقة على المنصة وأفرجيكم عمليا شلون نحن بنشتغل. بعد إذنكم شو رأيكم، حدا عنده سؤال لحد هلا؟ طيب ثواني بس لأفتح المنصة وشارك الشاشة معكم. طيب أنا عندي سؤال سريع يا أحمد بعد إذنك. تفضل جورج. شكراً على العرض والمعلومات. أنا ما أعرفش هل هي دي يعني الكوميونيتي براكتس الوحيد حالياً على مستوى العالم للمركزي يعني للموضوع بتاع الشالت بروتكشن، ولا في حاجات تانية؟ إن أنا كان على علمي مثلاً اللي كان فيه كوميونيتي أوف براكتس للجلوبال بروتكشن كلاستر، فهل ده يعتبر الرسمي دلوقتي بتاع الـ AOR شالت بروتكشن؟ ده أول سؤال. تاني سؤال على يعني على فاعلية مشاركة الناس، يعني إزاي نضمن الناس تشارك بفاعلية في المنصات اللي زي كده؟ على ما أنا أفتكر برضو الكوميونيتي اوف براكتس اللي كانت عملته ياسمين البحيري في الجلوبال بروتكشن كلاستر، يعني ما كانش اكتف وكانت بتشتكي للناس، ما يعني ما بتدخلش وما بتحطش حاجات وما بتشاركش. فيعني حابب اعرف يعني رؤيتك للمنصه دي، تقدر تتغلب على الموضوع ده ازاي؟ شكرا. شكرا جزيلا جورج، حقيقه هو اسئله مهمه جدا، شكرا جزيلا. رح جاوب على الجزء الاول اللي هو انه هل هي المنصه الوحيده. طبعا بالنسبه ل يعني نحن الان ما رح نتحدث على الجلوبال بروتكشن كلاستر، على قطاع الحمايه العالمي، لانه مثل ما ذكرت حضرتك نحن عم نحكي على الشارد بروتكشن اي او ار اللي هي مجموعه عمل حمايه الطفل، وايضا الالاينس فور تشارد بروتكشن اللي هو تحالف حمايه الطفل. يعني اذا هاي المنصه خاصه بتحالف حمايه الطفل و جهه اختصاص حمايه الطفل العالميه. الكتلتين او الكيانين اتفقوا على هذا المنصه، اللي هن الكيانين العالميين اللي بيمثلوا حمايه الطفل في حاله الطوارئ، اتفقوا على هاي المنصه على انه هي المنصه العالميه. طبعا ما مثل ما حضرتك تعرف انه التحالف اصلا عنده موقع اللي هو Alliance for Child Protection، والChild Protection Global AUR عندها موقعها، وكمان بالموقع فيه مصادر وكذا. وفي عنا كان منتدى على السكايب، كان عنا Community of Practice على السكايب، بس طبعا بسبب انه هو السكايب محدود بالقدرات وما الى ذلك. فايضا في عندنا صفحه الالاينس على التشايلد بروتكشن، عندنا صفحه عفوا على الفيسبوك، وعندنا صفحه للالاينس على لينكد ان، عندنا صفحه للتشايلد بروتكشن اي يو ار على الفيسبوك وعلى لينكد ان. فهدول كلياتهم هن ولا واحد منهم هو مجتمع ممارسي حقيقه، وكان في يعني كل يعني المواقع والصفحات على السوشيال ميديا كانت عم تحاول الى حد ما تلعب دور الكوميونتي اوف براكتس، لكن ولا وحده لعبت دور كوميونتي اوف براكتس حقيقي. حتى الجروب اللي هي على السكايب كانت محدوده جدا والمشاركات فيها قليله. ولذلك اذا باختصار شديد، هل هي المنصه العالميه الوحيده؟ نعم، هي المنصه العالميه الوحيده حاليا لحمايه الطفل في حالات الطوارئ. أما السؤال الثاني فهو أنه هل المشاركة، يعني كيف نضمن المشاركة؟ حقيقة لحد الآن أطلقنا المنصة من حوالي 4-5 أشهر، والآن فيها حوالي 1000 مشارك، وهو يعتبر رقم جيد مبدئيا. ولو رحنا على المنتدى الآن رح نشوف فيه مشاركات بدأت تتفاعل، يعني بدأت تنطلق. و بنينا أيضا هذه التجربة على تجربة قطاع التعليم العالمي أو الـ Education in Emergency والآيني، هنن عاملين منصة مشابهة، فحاولنا استفدنا من تجربتهم، ولقينا أنه هي بالأخير اشتغلت، لكن بعد فترة طبعا. والسبب أنه نحن اليوم مجتمعين مع بعض هو أنه نحاول أيضا أنه نجيب المجتمع العربي لهذه المنصة، لحتى المنصة تكون فعالة أكثر. فهي حقيقة والفعالية بتنطلق أستاذ جورج من عندكم، يعني من عند الأعضاء،
يعني انا مثلا بمجتمع الممارسه بالعربي على الفيسبوك انطلق، لكن بعد فتره كثيره وما زال بحاجه دائما، لانه كل فتره نذكر الزملاء انه هن بامكانهم يشاركوا. حقيقه لدى الجميع، يعني الجميع بيحب انه ياخذ، ولكن قله اللي بتحب تعطي. فنحن بنتمنى انه يكون نحن عندنا روح المبادره ونتشارك المعرفة ونتشارك العطاء، وإن شاء الله يعني المجتمع أكيد هذا رح يمشي. ولو دخلنا هلأ الآن للمجتمع رح نشوف فيه مشاركات فعالة وحلوة وظريفة. بتمنى أكون جاوبتك على الأسئلة أستاذ جورج. شكرا لحضرتك جورج. إذا حدا عنده أي سؤال تاني أكيد بنجاوب، إذا ما في فينا نشوف عملياً كيف فينا ندخل للمنصة. إذا هاي المنصة اسمها changemakersforchildren.community، موجود الرابط على الدردشة، مجرد ما تنقر عليه بيطلعوا لكم هاي الصفحة الآن. فلو ضغطت أنا على Arabic على اللغة العربية رح نشوف إنه رح يتحول كل شيء للغة العربية، وفي عنا إما تسجيل دخول للأشخاص اللي هن أساساً مسجلين دخول عندهم حساب، أو في اشتراك، اشتراك إذا أنت بدك تسجل أول مرة. فأنا لو بدي سجل أول مرة مثل حضرتكم فبضغط على اشتراك، وبشوف هوني إنه باللغة العربية كل شيء بيطلع لي، مثلاً إنه بحط عنوان البريد الإلكتروني وبحط اسم المستخدم و شو هو المنتدى اللي لازم، عفوا الدولة والاسم الأول والكنية والمجتمعات. طبعا هون لازم اختار حماية الطفل في العمل الإنساني، ضروري كتير نختار هي. وطبعا نوع التنظيم يعني نوع المنظمة، الوظيفة وظيفتك يعني مثلا Child Protection Officer، والمنظمة إذا كنت ما بتشتغل بمنظمة بإمكانك تكتب نون أو حاليا لا أعمل أو شو ما حبيت تكتب، ووافق على سياسة البيانات ووافق على قواعد، بعدين إنشاء حساب جديد. طبعاً لما ننشئ حساب جديد بدنا وقت لحتى يوافقون عليه، مثل ما قلنا خلال 24 ساعة بتم الموافقة عليه. لأن أنا أنشأت حساب والآن بدي سجل دخول، فإذا مثل ما نكون شايفين اسم المستخدم أحمد داش سالم، كلمة السر مثل ما نكون شايفينها طبعاً ما بتشوفوها، وسجلت دخول. مجرد ما سجل دخول فبيطلع لي مثلا المنتديات اللي أنا مشارك فيها، نشوف مثلا زميلتنا كايرا، أنا لأنه حاطط باللغة العربية فبيطلع لي كل شيء هون باللغة العربية. فلاحظوا مثل كأنه أنا عم بتصفح موقع باللغة العربية، نشرت إلينا، فبيطلع كل المنتديات اللي أنا مشارك فيها وكل تحديثات الأخبار تماما مثل فيسبوك. وعندي هون أيضا notifications، عندي الإخطار أو التنبيهات، فمثلا أعجبت فلانة بتعليقك على المناقشة، مثلا هون مناقشة أنا أنشأتها، راح تشوفوا مثلا لو رحنا على المناقشة تماما مثل الفيسبوك، يعني هو عبارة مثل واحد إذا نشر موضوع وبيجيك تعليق على الموضوع. أنا كنت هون حاطط سؤال منهج المساحات الصديقة للأطفال هل هو أفضل نهج لنا؟ طبعاً هذا لأنه أنا حاطط عربي، أنا ناشره باللغة الإنجليزية، فلو حطيت إنجليزي أو إذا حطيت ريسيت بيطلع اللغة الأصلية. إذا حطيت ريسيت مثل ما كنتم شايفين هون ريسيت فبيطلع اللغة الأصلية، فرح تشوفوا مشاركات بالإسباني، رح تشوفوا مشاركات بالعربي، رح تشوفوا، فبيطلع دائماً اللغة الأصلية لأي منشور. لكن أنا إذا ما بحكي مثلاً غير عربي، شوفوا لاحظوا انه هون طلع لي انجليزي، العدد طلع لي عربي، مشاركه باللغه العربيه، راح تشوفوا شيء بالاسباني شيء بالفرنسي شيء بالعربي. مثل ما قلنا نحن بنختار اللغه العربيه، وبنرجع للموضوع اللي كنت مثلا انا ناشره. فرح يطلع لي الموضوع باللغة العربية لأنه أنا مختار اللغة العربية. نصبر شوي ثواني لحتى يترجم الترجم. فلاحظوا أنه عندما نتحدث عن تدخلات حماية الطفل كذا، إنشاء مساحات صديقة،
فأنا كتبت الموضوع، سألت سؤال إنه برأيكم هل هو مساحات صديقة هو أفضل نهج؟ فمثلا زميلة من الهند كتبت لي هي عملية أو جيدة للأطفال الذين في بعض الأحيان يفشل الآباء إلى آخره. هتلاحظوا إنه مثل كأنه الكلام مكتوب بالعربي. التعليق أنا هون ناشره طبعا كصورة باللغة الإنجليزية، وراح تشوفوا إذا مشاركات. فإذا تماما مثل الفيسبوك، ما أظن في داعي أشرح أكثر. بس شغلة أخيرة، إنه أيضا هون عندكم مجال لحتى تروحوا على البروفايل تبعكم وتعدلوا فيه وين بتشتغلوا، تحطوا صورة لإلكم. فبنتمنى نشوف مشاركاتكم، ونتمنى نشوفكم عم تشاركوا بهذا المجتمع. وهو سأل جورج سؤال مهم، إنه يا هل ترى رح يمشي المنتدى؟ المنتدى بيمشي بأهله. فإذا أنتم شاركتونا وتفاعلتوا معنا، وإذا أنا تفاعلت أيضا، فكلياتنا بنقدر إن شاء الله نعمل منتدى فعال. وأحلى شغلة لما نحن بنكون مسبقين وعاملين عطاء، يعني مشاركين شغلات من عنا وأسئلة وما إلى ذلك. فلما أنت بتسأل سؤال والناس شايفتك أنت أساسا فعال، فممكن أكيد رح تجاوبك لأنه أنت عطيت. يعني دائما قبل ما نطلب ونحاول نأخذ نحاول نعطي. فإذا لاحظتوا هذا ملفي مثلا، أنا مشارك بثلاث مجموعات، مواضيع صفر، في شيء غلط، أو ربما إنه أنا حاطط المناقشات تبعي هون. علقت على كذا وما إلى ذلك. إذا هذا هو باختصار مجتمع الممارسة، بتوقع صار واضح كثير. وفي شغلة هون، إنه شو هي المجتمعات؟ يعني إذا ردنا نحكي على موضوع مثلا رعاية القرابة، الرعاية الأسرية، الرعاية أثناء كوفيد 19، نحن بالأساس عم نحكي على حماية الطفل في العمل الإنساني، بس أيضا رح تلاقوا منتديات قد تكون مهمة بالنسبة لكم، مثلا منع العنف الأسري أو دمج الأطفال المتنقلين. أيضا لا تترددوا بأنه تروحوا تشوفوها. هون في عندنا موارد، هون في عندنا أحداث، يعني مناسبات، هون في عندنا الأشخاص إذا أردتوا تتعرفوا أيضا على زملاء. إذا طبعا مجرد ما تستخدموا المنتدى أيضا رح يصير عندكم معرفة فيهم. لاحظوا أعضاء المنتدى، عندنا مثل ما قلنا حوالي 1000 عضو، بإمكانك هون تتصفحهم وتشوف كل واحد وين بيشتغل ومع مين بيشتغل. فلهون بكون أنا خلصت شرحي. إذا حدا عنده أي سؤال يتفضل.